شباب، مساء الخير عليكم. النهارده يمكن هنكمل في الالكتريكال انجينيرينج ونتكلم في المحاضره الرابعه اللي هتتكلم ازاي ممكن نحل اي سيركت باستخدام النودال اناليسيس. ده يمكن زي ما كنا متفقين في بدايه السمستر الجدول اللي احنا ماشيين عليه. دلوقتي المفروض ان احنا في ويك 4، عشان كده هناخد النهارده النودال اناليسيس. وغطينا في الاسابيع اللي فاتت، اتكلمنا عن الميش اناليسيس الاسبوع اللي فات، والاسبوع اللي قبله اتكلمنا عن الكرنت ديفايدر والفولتج ديفايدر وازاي استنتجناهم من كيرشوف كرنت لو وكيرشوف فولتج لو. قبل كده كان عندنا انترودكشن عن ليه درسنا الماده دي، وبرضو وضحنا ازاي نتعامل مع البارل والسيريس كونكشنز مع بعض. المحاضره دي يمكن هنتكلم عن النودال اناليسيس، هنحل اكزامبلز عليها، وهندرس في الاخر حاله خاصه منها اسمها السوبر نود، شبيهه الى حد كبير بفكره المش، بس مع اعتبار ان احنا في المره دي لا بنتعامل علشان نطلع الفولتج مش التيار. هنشوف دلوقتي. كل دايره في الدنيا بليها عدد معين من النودز، وعلى فكرة النود دي في الطبيعة او في الحقيقة، يعني في الحياة العملية، هي كابينة الكهرباء اللي انت بتبقى جواها المفاتيح. على فكرة هي دي النود، او ده التنفيذ بتاعها. كل ما تلاقي كابينة الكهرباء يعرف ان دي تنفيذها في دايرة الكهرباء هي عبارة عن نود اساسا. احنا من الاخر بيبقى كل دورنا ان احنا نطلع معادلات لكل النودز دي، ونحل المعدات دي مع بعض، فنقدر نطلع الفولتجز اللي موجود عند كل نود، يعني الفولت اللي موجود عند كل كابينة كهرباء. طبعا بنستخدم القانون بتاع كيرشوف كارنت لو علشان نقدر نوصل للمعادلات دي اللي بتاعت النود فولتج، زي ما هنشوف دلوقتي بالتفصيل. بيطلع تقريبا N-1 linear equations عشان نحلهم مع بعض. طبعا لازم عدد المجاهيل يبقى قد عدد المعدات عشان تطلع الإجابة بتاعتنا اللي احنا عايزينها مظبوطة. يعني دي شكل بسيط لدايرة كده زي ما انتوا شايفين. احنا هنا بنعتبر ان كل الخط ده انا عامل عليه نود واحدة هو سماها V1. طب ليه هي نود واحدة وهو سماها V1؟ بص، طالما ان مفيش ما بين النقطة دي والنقطة دي حاجة، يبقى هما نفس النقطة. ما بين النقطة دي والنقطة دي حاجة، يبقى هما نفس النقطة. فبإن مفيش حاجة ما بين التلات نقط دول، فهو اعتبرهم نفس النقطة. لكن ما قدرش يعتبر إن في واحد دي هي التلات نقط دول مع بعض هي نفسها في 3، لأن في ما بينهم ار 4. نفس الكلام ما قدرش يعتبر إن في 2 مع في 1 أو مع التلات نقط اللي في 1 عشان في ما بينهم ار 2. وفي نفس الوقت برضه ما قدرش يعتبر إن الريفرنس نود اللي تحت اللي هو بيقول عليها دي هي نفسها في 1 عشان في ما بينهم ار 1 وار 3 من الناحية التانية. أوكي؟ المعادلة دي هي اللي احنا عايزين نوصل لها. احنا دلوقتي هنبص لها كده ونشوف احنا ازاي هنوصل للمعادلة دي بالظبط زيها عن طريق استخدام الايديا بتاعت كيرشوف كارنت لو، وبعد كده هنحلها علشان نحل المعادلات. بس مبدئيا كده اللي عايزك تفهمه ان المعادلة دي فيها كم مجهول. هنعتبر ان الاي ده رقم هو هيديه لنا ثابت، يعني هنعتبر ان ده معانا. ايه اللي مش معانا بقى؟ المفروض ان احنا اللي بيبقى مش معانا V1 و V2 و V3. في الحالة دي انت عندك ثلاث مجاهيل في نفس المعادلة، اذا اعتبرنا يعني ان R1 و R2 و R3 و R4 معانا. فاحنا عشان نقدر نحل المسألة دي احنا محتاجين ايه؟ نحل ثلاث معادلات مع بعض مش معادلة واحدة. طبعا المعادلة دي هي نفسها المعادلة اللي فاتت، بس بعد ما هو روقها زي ما كنا احنا بنعمل كده في المش اناليسيز، ان احنا بنجمع الحاجات اللي مع بعض كلها مع بعض. دي كل الحاجات اللي كانت مع V1 راح نجمعها مع بعض، الحاجات اللي مع V2 دي، الحاجات اللي مع V3. وستيل احنا نفس المشكلة، لاننا محتاجين معادلتين كمان عشان نعرف نحل السيركت دي. المعادلة دي هي معادلة في ثلاث مجاهيل، فمش هنقدر نطلع V1 و V2 و V3. طيب احنا نحل ازاي بقى النودال اناليسيز؟ ايه الطريقة دي؟ من المثال ده هنقدر نفهم ازاي ممكن نحل نود اناليسيز عشان نجيب V1. V1 دي نود، و V2 دي نود تانية، وبعد كده عايزين نجيب V6 اللي هو الفولت اللي على R6. هو هنا مش مدينا قيم، فاحنا هنتعامل مع الموضوع على انه رموز. خطوة خطوة كده بقى، اذا فهمنا المسألة بتتحل ازاي هيبقى التعامل سهل في المسائل كلها.
لان هي فكره واحده ما فيش فيها اختلافات كتير. ايه اللي احنا بنعمله؟ اول حاجه احنا بنقسم الدايره، او قبل ما نقسم الدايره كمان احنا محتاجين ان احنا نحط سيناريو وبعد كده نبدا نقسم الدايره. هنا احنا مش هنقسم الدايره زي ما بقول لكم كده، لان احنا ما عند هو قايل لنا فين في 1 وفين في 2، فاحنا عايزين نبدا نحط سيناريو للدايره. التيار هيمشي ازاي في الدايره دي؟ واضح ان ده اي 1 او ده السورس اللي موجود، ايه اللي هيحصل؟ السورس ده ماشي كده اهو، هيتوزع. هيتوزع لايه؟ ان هنا هنفترض بقى هيتوزع ل اي 2 بما ان ده اي 1 و اي 3. اي 2 هنا اللي هيمشي في ار 2 هو نفسه اللي هيمشي في ار 1، مفيش مشكله في كده. هنا ده اي 3. اي 3 ده هيحصل له ايه؟ هيتوزع هو كمان تاني ل اي 4 و اي 5. التوزيعه دي انت لازم تعملها في بدايه المساله، ليه؟ هتشوف دلوقتي ان احنا هنستخدمها علشان نقدر نحل الدايره دي ونجيب المعادلات. طيب انا كده مشيت الموضوع بالمنطق، اكيد الكلام ده صح؟ هنشوف، بس من المؤكد ان في الدايره دي اكيد صح، ما هو ما فيش غير سورس واحد، يعني كل المقاومات دي بتاخد التيار من السورس ده، فاكيد الدنيا ماشيه كده. طيب عايزين نجيب المعادلات بقى. ايه المعادلات بنجيبها ازاي؟ نفس طريقة المش. هنقول ايه؟ احنا كنا بنجيب مش 1، لا هنا المرة دي هنقول نود 1 ونجيب عندها المعادلات. نود 1 دي اللي هي ايه؟ في 1 اللي هو كاتبها هنا في 1، اللي هي النقطة دي. ايه التيارات اللي داخلة على النقطة دي؟ مجموع التيارات اللي داخلة عليها، ما ده كيرشوف كارنت لو بقى، بيساوي مجموع التيارات اللي خارجة منها. تمام، حلو خالص. ايه التيارات اللي داخله لها؟ والله انا شايف ان اللي داخل لها مفيش غير اي 1. تمام، بتساوي ايه؟ ايه اللي خارج منها؟ احنا بالفرض اللي احنا عملناه اللي خارج منها اي 2 زائد اي 3. ممتاز، كده انت حليت او جبت السيناريو اللي ماشي فيه. بس بعد اذنك بقى احنا عايزين المعادله دي ان ترمز اوف فولتج. يعني ايه؟ يعني عايزين نحول التيارات دي لجهود. طيب خلاص، اي 1 ده كارنت سورس، ده تسيبه زي ما هو، انت مش مطلوب منك انك تحوله ده. طيب واي 2 واي 3؟ تعال نشوف. اي 2 دول انت فرضه، طيب اي 2 ده بيساوي ايه؟ واضح ان اي 2 ده هو التيار اللي ماشي على المقاومتين دول. اي تيار في الدنيا هو ماشي ما بين فرقين جهد، فاحنا هنقول ان اي 2 ده ماشي ما بين في 1 والنقطة دي على مجموع المقاومتين دول اللي هو ار 1 وار 2. طب النقطة دي بتساوي كام؟ من المؤكد ان كل اللي تحت ده بيساوي ايه؟ زيرو. يبقى هتقول بتساوي اي 2 دي بتساوي في 1، البداية بتاعتها عند في 1 والنهاية عند ايه؟ زيرو، على المقاومات اللي ما بينهم اللي هي ار 1 بلس ار 2. جميل. طيب اي 3؟ اي 3 ده نفس الكلام، طالع من في 1 لحد في 2 بيساوي في 1 ناقص في 2 على ار 3. يبقى دي معادلة النود الأولاني. كده احنا تمام جبناها وكله زي الفل، مفيش مشكلة خالص. حلو قوي. دي ممكن نسميها إن هي معادلة واحد، ولو إنها لسه محتاجة تتروق. طب تتروق إزاي؟ ببساطة كده تيجي عند الفي 1 وتجمع الحاجات اللي زي بعض مع بعض فيها، تبقى 1 على ار 1 زائد ار 2 بلس 1 على ار 3 ناقص او زائد دي في 2. طالما احنا حطينا زائد بقى يبقى هناخد ناقص 1 على ار 3. الكلام ده كله بيساوي ايه؟ بيساوي اي 1. ولو سمحت سيب اي 1 زي ما هي، لانه لو المساله دي بارقام هو هيديك قيمه اي 1 بكام. وهي دي بقى فعلا المعادله الاولى، مش اللي فوق، اللي فوق دي هي المعادله الاولى صحيح بس لسه مش متروقه. طيب في نود ثانيه عايزين نجيبها، اللي هي النود دي. نجيب الموضوع بالنسبه لنا دلوقتي بقى سهل. نود 2 اللي هي في 2، مجموع التيارات اللي داخلين لها بيساوي مجموع التيارات اللي خارج منها، ده القانون اللي احنا بنتبعه.
تمام. ايه اللي داخل لها؟ اي 3. هنقول هنا كده اي 3. طب ايه اللي خارج منها؟ اي 4 واي 5 يساوي اي 4 زائد اي 5. جميل. اي 3 ده بيساوي ايه؟ انت لسه جايبه من شوية، في 1 ناقص في 2 على ار 3. اكتب مكانه هنا في 1 ناقص في 2 على ار 3. طيب اي 4 ده بيساوي ايه؟ نشوف اي 4 اللي هو ماشي هنا كده، ده ما بين الفي 2 والزيرو، هيبقى بيساوي في 2 ناقص زيرو على المقاومة اللي ما بينهم اللي هي ار 4. طيب اي 5، اي 5 ده هيبقى في 2 ناقص تحت، تحت ده كله بزيرو، احنا زي ما اتفقنا دول كلهم ايه؟ نقطة واحدة ومتوصلة بالارضي، دايما احنا بنفترض كده في كل مسائل السيركت، بيساوي زيرو يعني. يعني هتبقى في 2 ناقص 0 على ار 5 زائد ار 6، في 2 ناقص 0 على ار 5 بلس ار 6. بيرفكت. المفروض دي المعادله الثانيه، روقها شويه عشان نروقها هنزيد نجمع ال في 1 كله مع بعض. طبعا هنودي دي كانهم راحوا الناحيه الثانيه، هنقول ايه اللي مع ال في 1؟ هيبقى 1 على ار 3. اللي مع الفي 2 بقى بلس، وهنا بقى اللي شرطه نيجاتيف ناخده نيجاتيف جوه القوس، تبقى ناقص 1 على ار 3 زائد، او هتبقى دي الناحيه الثانيه لما هتروح هتبقى بالناقص، لان دي المفروض ان هي 1 على 4 هنا، بس احنا عايزين نوديها الناحيه دي فهتبقى بالناقص في، فهتكون ناقص 1 على ار 4، ودول نفس الكلام ناقص 1 على ار 5 زائد ار 6، ودي طبعا الكلام ده بيساوي صفر، ودي تبقى المعادله الثانيه. طيب بعد كده اعمل ايه؟ نفس اللي كنا بنعمله في الميش اناليسيس، هنعمل ماتريكس، وهنضرب الماتريكس دي بقى المره دي العكس، بدل اي 1 واي 2 لا هنضربها المره دي في في 1 وفي 2. المفروض ان هي هتساوي ايه؟ نتائج المعادلات، نتيجه المعادله الاولى كانت اي 1 اللي هو الكرنت سورس ده، المعادله الثانيه كانت 0، يبقى هتساوي اي 1 وادي ده هنا ايه؟ 0. طيب هنحطهم ازاي؟ زي ما اتفقنا بقى، الرقم الاولاني ده هو اللي بيبقى اول ايليمنت، اللي هو 1 على ار 1 زائد ار 2، 1 على ار 1 زائد ار 2 بلس 1 على ار 3. تمام. الرقم الثاني ناقص 1 على ار 3، ناقص 1 على ار 3، هنا هتبقى 1 على ار 3، وهنا هيبقى دول بقى مع بعض، الكوز ده هناخده نحطه هنا بقى. طبعا لو ارقام الموضوع هيبقى اسهل. جميل كده احنا عملنا الماتريكس، هو هنا مش مدينا ارقام فالموضوع خلص على كده. طيب بفرض ان انا بقى عايز اجيب في 6 اللي هو طالبها مني، موضوع بسيط جدا، وطالما انت معاك في 2 الموضوع في منتهى السهوله. في 2 دي اللي هي على ار 4 مش هي نفس الفولتج اللي هيبقى عند ار 5 زائد ار 6؟ يعني في 6 ده جزء من في 2، ففي الحالة دي بعد ما انت بقى هتبقى وصلت لـ V2 هتقول ان V6 هتساوي بالفولتج ديفايدر V2 في R6 على R5 زائد R6 بمنتهى السهولة بنفس القانون اللي هو بتاع الفولتج ديفايدر. عايز تستخدم التيارات ماشي مفيش مشكلة، يعني الطريقة اللي تريحك، بس دي أسرع طريقة يعني تتجاب بالعين. ده كان حل أول مسألة. طبعا هنا احنا حلينها بس بالتفصيل بقى الممل، بس انا كنت حابب اسهل عليكم ووريها لكم تتعمل خطوه خطوه ازاي. دي مساله ثانيه برضو هو مديها لنا ممكن نحلها خطوه خطوه.
الموضوع بقى سهل بقى خلاص، احنا فهمنا الموضوع بيمشي ازاي بمنتهى السهوله. بقى نبدا نحدد النودز، عندنا كام نود؟ واحد واثنين برضه، هنقول نود 1 المره دي هو مدينا بالارقام، هنقول سيجما الاي ان تساوي سيجما الاي اوت، سيجما اي ان تساوي سيجما اي اوت. جميل، بس قبل ما نعمل كده محتاجين ان احنا نعمل سيناريو. فين السورس؟ نفترض ان هو السورس ده الرئيسي، هيبقى ماشي هنا كده اللي هو ال 2 امبير، هيتقسم لاي 1 واي 2. اي 1 ده هيجي هنا اهو كده، هيروح طالع منه اي 3 وال 4. انا هنا ما بحاولش احط قيم او بحط رموز عند الحاجات اللي هو مديني القيم عندها، لاني هحط قيمتها على طول. خلينا نشوف في النود الاولانيه اللي هي في 1 دي، ايه اللي داخل؟ الاثنين، واضح ان الاثنين ده هو التيار اللي داخل على النقطه، يبقى 2 هتساوي ايه اللي طالع منها؟ اي 1 واي 2 تساوي اي 1 زائد اي 2. يعني الاثنين دي هتساوي، قلنا هنشيل اي 1 ونحط الفولتج او نعبر عنها بالفولتج، اي 1 ده ما بين ايه وايه؟ في 1 ناقص في 2 على ايه؟ المقاومه اللي ما بينهم، فولت على تيار، فولت على مقاومه هيديك تيار، في 1 على في 2 على 5 زائد اي 2، اي 2 ده ما بين الفي 1 والزيرو، والمقاومه اللي ما بينهم 10، في 1 ناقص 0 لان تحت ده دايما 0 على 10. تمام، هنروق المعادله وكده وتبقى دي اول معادله. طيب خلاص دي خطوات ممكن نعملها بسهوله مفيش مشكله فيها. نجيب بقى النود التانية، نود 2 بنفس الكونسبت بقى، سيجما الاي ان تساوي سيجما الاي اوت، نفس الكلام. ايه اللي داخل على في 2؟ هيبقى اي 1 هو ده اللي داخل. ايه اللي خارج منها؟ اي 3 زائد الاربعة. ليه زائد الاربعة؟ السهم بتاع الاربعة عامل كده زي ما انت شايف، فطالع منها الاي 1 انت لسه جايبه، هيبقى في 1 ناقص في 2 على 5. طيب واي 3 هتبقى في 2 ناقص 0 على 20، الكلام ده زائد 4. هنجمع وناخد ال V1 وال V2 كل واحدة الحاجات اللي مع بعض ونكون الماتريكس زي ما شفنا كده. هتطلع المعادلات معاك بعد ما تروق الدنيا كلها متقربة للشكل ده، وبسهولة نقدر نحل المعادلتين. حتى لو انت ما عملتش ماتريكس المرة دي انت ممكن تحل V1 و V2 مفيش مشكلة خالص، سواء ماتريكس او من غير ماتريكس مفرقش معايا، المهم انك تحلها وتطلعها. بس لو تلاتة انت لازم هتعمل الماتريكس. دي كانت فكرة تانية للموضوع، موضوع بسيط جدا مفيش فيه أي مشكلة. هي الفكرة كلها إنك أنت لازم تعمل سيناريو في الأول. خلينا نمشي للمسألة الثالثة، برضو نفس الكونسبت، مش هيبقى فيه أي مشكلة خالص لأننا ماشيين بنفس الكونسبت. إيه اللي نعمله؟ هنقول الآتي، فين السورس؟ عايزة كان كارنت أو فولتج. طبعا احنا هنا عندنا فولتج سورس، ممكن نبدا من ده وممكن نبدا من اللي فوق، اللي يريحك، كده كده مش هتفرق معانا في اي حاجه. هنقول ان ده السورس الرئيسي اللي كله بيتوزع منه، هنسميه اي. وهنشوف ازاي بقى هنجيب اي ده في الحاله ان ده مع الفولتج سورس. هنقول ان الاي ده هيتقسم ل، طبعا هنا ده داخل على النقطه، هنسميه او بلاش ده نسميه اي لان ده هنا اسمه اي، هنقول ده اي 1 يتقسم ل اي 2 و اي 3. ده المفروض داخل على النقطة فمش هناخده في حسابنا. تمام؟ الـ I 3 المفروض إن هيطلع منه الـ I ده و I 4. يعني الـ I 3 ده المفروض طالع منه الـ current source اللي فوق و I 4. مين اللي بيقول الاتجاهات اللي بتقول؟ وكل ده فروض وهنشوف الصح إيه. تمام، عايزين نجيب المعادلات بقى. زي ما عملنا كده. لو قلنا ده I 1 هنا ماشي اي 2 ونقسم الاي 2، وادي هنا اي 3 وهنا
اي 3 تقسم لده فوق واي 4. ماشي، احنا عندنا في 1 وفي 2، هنحل ازاي؟ هنقول نود 1 ايه الكلام لا نعمله، نقول سيجما اي ان هيساوي سيجما اي اوت. موضوع بسيط جدا، ايه اللي داخل على نقطة في 1؟ اي 1. ايه اللي طالع منها؟ بس مش اي 1 بس، يعني اي 1 واي ده كمان داخل، اي زائد اي 1. ايه اللي طالع منها؟ اي 2 زائد اي 3. جميل خالص. اي ده current source، سيبه زي ما هو، هو مديك قيمته عادة. اي 1 هعوض عنها بالفولت. بص بقى، طالما الاي 1 ده واقع ما بين 2 نودز او فولتج سورس ونود، هو واقع ما بين في 1 والاي، الاي ده الفولتج سورس. فولتج سورس هنا معنى كده ان النقطه دي الفولت اللي عندها هو الاي برضه، هو بيساوي الاي. فاحنا هنقول ايه بقى؟ ان هتساوي الاي هتبقى زائد الاي ناقص الفي 1، ما هو طالع من الاي ورايح لفي 1، هتبقى اي ناقص في 1 على ايه؟ على ار 1. هتساوي اي 2 ما بين الفي 1 والايه؟ والجراوند تحت اللي هو الزيرو، تساوي في 1 ناقص زيرو على ار 2 بلس اي 3 ما بين الفي 1 والفي 2 وما بينهم ار 3، في 1 ناقص في 2 على ار 3. دي النود الاولانيه، هنروقها ونجمع الفيهات مع بعض والكلام ده، وهنعتبر ان الاي ده رقم ثابت، مش هنعتبره ان هو فاريبل، لا هو رقم ثابت، يعني هو مثلا بيساوي 18 فولت، هو لازم يديهولك ده بتاع البطاريه. تمام، يبقى دي اول نود. النود الثانيه نود 2، نود نمبر 2 سيجما اي ان، سيجما اي ان هتساوي سيجما اي اوت. هنقول بقى ايه اللي داخل على ال في 2؟ اي 3، مش شايف غيره. طيب ايه اللي طالع منها؟ الاي هنا طالع منها مش داخل لها، تبقى الاي زائد اي 4. اي 3 ده بيساوي انت لسه جايبه من شويه اللي هو في 1 ناقص في 2 على ار، سوري هتبقى هنا على ار 3. الاي ده رقم ثابت، اي 4 هتبقى ما بين في 2 والزيرو، هتبقى في 2 ناقص زيرو على ما بينهم المقاومة اللي هي ار 4. دي اول معادلة بس محتاجة تتروق يعني، ودي تاني معادلة. هنا لك بالتفصيل بعد ما روقتها كمان وظبطت الدنيا كلها فيها. الفكرة كلها ان احنا نجيب المعادلات، وطبعا الموضوع سهل في انك تحل بعد كده الحكاية. اوكي، نيجي بقى للحالة الخاصة اللي دايما بتبقى موجودة في كل درس من الاتنين اللي فاتوا، اللي هو المش اناليسيز والوقت النودل اناليسيز، ان هو يكون بيجيب الفولتج ما بين نقطتين، او يكون بيجيب الكرنت ما بين نقطتين. فهنا في فولتج ما بين النود رقم 2 والنود رقم 3، في الحالة دي دي حاجة اسمها سوبر نود، مش هتتعامل معاملة النود العادية اللي احنا بنعملها. طب الفرق هيبقى في ايه؟ هنشوف دلوقتي، بس الفرق مش شاسع زي ما انت فاكر، وقريب كتير لفكرة المش المحاضرة اللي فاتت. ايه اللي هيتعمل؟ بص، اول حاجة انت عندك كام نود؟ 1 2 3. لازم نحط السيناريو في الاول، عادي جدا مفيش مشكلة خالص، وضع السيناريو مش هيفرق معك في اي حاجة، اللي هيفرق وانت بتكتب بقى. هنقول ان الكرنت ده هو السورس الاساسي، طالع هيتقسم لـ اي 1 وفوق كده اي 2. تمام، اي 1 ده هيتقسم تاني لـ اي 3 واي 4، هنفترض ان السوبر نود دي او الفولتج سورس ده ماشي فيه اي 4،
خلي بالك ان اي 2 هيتجمع على اي 4 وهيطلعه في الاخر هنا كده اي 5 اللي هي ماشيه في العشرة اول. جميل خالص، مفيش مشكله نهائي. عايزين نجيب المعادلات، هنبدا بنود نود نود، مفيش مشكله، نقول نود 1. هل نود 1 دي نمشي بالترتيب وقع في السوبر مش، يعني هي واحده من التو نودز اللي ما بينهم الفولتج سورس؟ الاجابه لا، في 1 مش هي اللي حصل فيها كده، اللي حصل كده عندهم في 2 وفي 3. خلاص دي تتعامل معاها عادي جدا، مفيش فيها اي مشكله. سيجما الاي ان ايكوال سيجما الاي اوت، سيجما اي ان ايكوال سيجما اي اوت. حلو خالص، ايه اللي داخل لها وايه اللي طالع منها؟ اللي داخل لها الستة. في حاجة تانية داخل لها؟ لا. ايه اللي خارج منها؟ اي واحد واي اتنين، يبقى ادي اي واحد زائد اي اتنين. ممتاز، يعني الستة دي بتساوي ايه ال اي واحد عايزين نجيبه بدليل الفولتج؟ هيبقى في واحد ناقص في اتنين على خمسة، هو واقع ما بين في واحد وفي اتنين، زائد اي اتنين ده واقع ما بين في واحد وفي تلاتة، يبقى في واحد ناقص في تلاتة على اتنين. ودي تقدر تقول انها المعادلة الاولانية مع شوية تظبيط كده، مفيش مشكلة خالص، لان انا اصلا ما جيتش ناحية الحالة الخاصة لسه. طيب الحالة الخاصة موجودة فين؟ في 2 و3. هنا وانت بتعمل نود 2 و3 هتعملهم مع بعض زي ما كنت بتعمل بالظبط في السوبر، في السوبر ميش، اما يبقى ال 2 كارنت لوبس مع بعض. هتروح انت عامل ايه بقى؟ هتروح تقول المره دي بقى ما ينفعش تقول نود 2 نود 3 كل واحده لوحدها، هتقول نود 2 اند 3 وتجيبهم مع بعض. بص بقى فكره في ايه، ان سيجما الاي ان بتاعه الاثنين 2 و3 بتساوي سيجما الاي اوت بتاعه الاثنين 2 و3. دي معادله، وهقول لك المعادله الثالثه تجيبها ازاي. طيب يعني ايه اللي داخل؟ اول حاجه انت بتعتبر ان العشرة دي مش موجوده، يا بتسيبها موجوده لو انت فارض او ماشي بالسيكونس اللي انا قلت لك عليه. خلينا نعتبر انها لسه موجوده، مفيش مشكله فيها. تمام، الاي ان ايه اللي داخل على 2؟ اللي داخل على 2 اي 1. حلو خالص، في حاجه تاني داخل على 2؟ لا. طيب ايه اللي طالع من 2؟ اي 3 واي 4، اي 3 زائد اي 4. ممتاز، حلو خالص. نرجع ل 3 بقى، ما هي دي ال 2 و3 ودي ال 2 و3، في حاجه داخل على 3 عشان ازودها على اي 1. اشوف 3 داخل لها اي 2 واي 4، هتقول زائد اي 2 زائد اي 4. تمام، طيب خارج منها ايه؟ 3 اي 5. لازم يطلع في تيار مشترك ما بين ناحيه اليمين وناحيه الشمال. ليه؟ لانها سوبر نود، فانت هيبقى في هو اي 4 المشترك طبعا، اللي هو اللي ماشي في الفولتج سورس اللي مشترك ما بينهم، لازم يطير ده مع ده وتعوض عادي بقى بالفولت. الاي واحد ده بيساوي ايه؟ انت لسه جايبه من شويه، هتبقى في واحد ناقص في اتنين على اللي ما بينهم خمسه، زائد اي اتنين دي بتساوي في واحد ناقص في تلاته على اتنين، هتساوي اي تلاته، اي تلاته هتساوي في اتنين ما بين الاتنين والزيرو ناقص زيرو على 4 بلس اي 5 اللي هي في 3 ناقص 0 على 10. خلي بالك ان انت كده جبت معادله واحد فوق اللي هي بتاعت فيو، مالهاش علاقه باي حاجه، نود 1، ودي معادله 2 محتاجه تتروق، بس هي معادله 2. بيلك معادله هو اصلا واضح جدا ان في 3 ناقص في 2 بتساوي ال 10، ما هوش ده فولتج، وهو حاطط فولتج سورس ما بينهم، بيقول لك البوزيتيف ناحيه في 3 والنيجاتيف ناحيه في 2. المعادلة الثالثة كده سيمبلي تجيبها، تبقى في 3 اللي هي ناحية البوزيتيف ناقص في 2 اللي هي ناحية النيجاتيف بتساوي 10، ودي تبقى المعادلة رقم 3. هتحل الثلاث معادلات مع بعض، هتجيب في 1 وفي 2 وفي 3. تحلهم ازاي؟ عن طريق الماتريكس. يمكن الدنيا كده بعد ما وسطناها
هو هنا بدأ بأنه جاب المعادلة في الأول اللي هي السهلة قوي اللي هي بتاعة الفولتج سورس المشترك، كده راح لنود 1 حل عندها، كده جاب السوبر نود، تطلع الأرقام بتاعتها زي ما أنت شايف في الآخر بعد ما يحل المعادلات دي كلها مع بعض. طبعا V2 ناقص V3 تساوي سالب 10، هي V3 ناقص V2 بتساوي 10، عشان بس انا حبيت اوريك ان انت لما بتاخد الاشاره تقلبها لازم تسيب النيجاتيف زي ما هو، زي ما كنا بنتناقش قبل كده مع بعض. ده درس النودال اناليسيس، ده سهل جدا مفيش فيه اي مشكله، من الدروس فعلا اللي سهله اللي بتحل مشاكل كتير. اساينمنت انا عايزك تجيب في نوت في كل مساله من المسالتين دول اللي في فيجر 6 واللي في فيجر 7. انا متشكر جدا وارجو الاهتمام بالمحاضره دي لانها مهمه جدا. شكرا.